صباح الخير على كل مشاهدينا، صباح مليء بالخير والامل والعمل والتفاؤل ان شاء الله. صباح يوم الاربع الموافق 19 من رمضان 1443 20 من ابريل 2022. القراءه الصحفيه لاهم المنشطات والعناوين الصادره صباح اليوم، وبنبتديها من جريده الاهرام في صداره الصفحه الاولى. مصر تحقق اعلى معدل نمو نصف السنوي من بدايه الالفيه. الرئيس التوسع في جائزة التميز الحكومي لتطوير الأداء ونشر ثقافة الابتكار. للتعليق على هذا الخبر بينضم إلينا الخبير الاقتصادي دكتور وليد جبل. صباح الخير يا دكتور وليد. أهلا وسهلا، صباح النور على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. دكتور وليد، ما هو معنى أن مصر بتحقق أعلى معدل نمو نصف سنوي من بداية الألفية؟ يعني إيه الأول أعلى معدل نمو نصف سنوي؟ طبعا معدل النمو هو معدل زيادة النشاط الاقتصادي ومعدل ما يضيفه الاقتصاد من انتاج من السلع والخدمات خلال فترة معينة. النصف سنوي او النصف سنة الاولى من العام المالي الحالي هي الفترة من بداية يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الماضي. الفترة دي كانت فترة التعافي من تداعيات كورونا، لما بدأ الاقتصاد يتجه نحو التعافي، وكانت قبل بداية الحرب الأوكرانية اللي بدأت في فبراير الماضي. فهذا النصف من العام المالي كان يعتبر نصف التعافي، نصف اللي حصلت فيه مصر على نتائج اختيارها في كورونا المتعلق بالمقاربة ما بين اعتبارات الصحة واعتبارات مكافحة الفيروس، الأمر اللي دفع نحو زيادة في معدل النمو الاقتصادي واللي بلغ نحو 9%، وده رقم كبير جدا أكبر ويتجاوز كل ما توقعته المؤسسات الدولية. هذا النجاح في تلك الفترة لم يتأسس من فراغ، ولكنه تأسس من خلال إجراءات حكومية، حيث حرصت الدولة الحكومية على ضخ استثمارات حكومية كبيرة في السوق لتنشيط الاقتصاد. كان ذلك من نتائج إجراءات المساندة اللي قامت بها الدولة المصرية للقطاعات المتضررة، إدارة مثالية خلال أزمة كورونا منذ بداية يناير 2020، كان من نتائجها تحقيق هذا المعدل النمو خلال النصف الأول من العام المالي الجاري. في النصف الثاني من العام المالي الجاري ابتدت تظهر تداعيات الحرب الأوكرانية من فبراير 2022، إلا أن ورغم تداعيات الحرب الأوكرانية اللي بالتأكيد من المتوقع أن هي هتقلل من وتيرة زيادة النمو، إلا أنه من المتوقع أن تحقيق معدل النمو يبلغ 9% في النصف الأول من العام المالي الجاري سيكون له مردوده إلى أن يتم إنهاء العام المالي الجاري في بنهاية يونيو القادم محققين معدل نمو يصل إلى 6%، وهذا الرقم المتوقع يعتبر هو الأعلى في المنطقة ويتجاوز متوسطات النمو الدولية ومتوسطات النمو في دول الاقتصادات الناشئة ودول الشرق الأوسط بصفة عامة. نعم، أنا بشكر حضرتك دكتور وليد جبل على المداخلة ومقابلته من وجهة نظر معنا في هذا الصباح حول هذا الموضوع. بنتقل معكم مشاهدينا لجريدة الأخبار هذه المرة وفي الصفحة الرابعة. النواب يوافق نهائيا على ربط الحسابات الختامية للموازنة العامة والهيئات الاقتصادية لعام 2020-2021. المالية اخترنا الطريق الصعب باستكمال المشروعات القومية والمشكلة السكانية تحدي كبير. وخلونا نقرأ أكثر في الخبر من جريدة الأخبار. وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020-2021. وتضمن مشروع القانون الحساب الختامي للموازنة العامة والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعددها 53 مشروع، وحساب ختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2020-2021، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها من ديوان عام ومركز قومي للدراسات ومصلحة خبراء ومصلحة طب شرعي ومصلحة شهر عقاري وتوثيق. وقد أبدى عدد من النواب رفضهم لمشروع الحساب الختامي منتقدين التوسع في القروض،
في نفس الوقت عدم استغلالها الاستغلال الأمثل، فضلا عما وصفوه بالتجاوزات التي وردت في التقرير، لا سيما فيما يتعلق بزيادة الاستعانة بالمستشارين، إضافة للتوسع في زيادة مصروفات الإعلانات والنشر بما يتدافى مع توجهات الدولة في ترشيد الإنفاق. وأوضح النواب الرافضون أنه في الوقت نفسه هناك ضعف في الإنفاق على التعليم والصحة وغيرها من القطاعات المهمة. ده كان متن الخبر. هننتقل إلى المصري اليوم في الصفحة الثانية. وزارة الثقافة تطلق سينما الشعب في عيد الفطر، التذكرة 40 جنيها. عبد الدايم: المشروع يؤكد تأثير القوى الناعمة في تشكيل الوعي. خلونا نشوف في الخبر في الصفحة الثانية من المصري اليوم عشان نتعرف على طبيعة سينما الشعب اللي بتقدمها وزارة الثقافة. بدءا من أول أيام عيد الفطر المبارك، تطلق وزارة الثقافة مشروع سينما الشعب بأسعار رمزية في متناول فئات المجتمع البسيط من خلال قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في مختلف محافظات مصر، وذلك بدون بدور العرض السينمائية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة. وذكرت وزارة الثقافة في بيان أن المشروع هو لعرض مجموعة كبيرة من الأفلام في محافظات في سينما في دور وقصور الثقافة في قصر ثقافة قنا وأيضا شبين الكوم والمنوفية والأنفوشي بالإسكندرية ومكتبة البحر الأعظم بالجيزة كمرحلة أولى، ثم يعمم بمختلف أنحاء الجمهورية. هذه المرة هنروح للجمهورية، ومن الجمهورية في الصفحة الثالثة: مصر تقترب من الاكتفاء الذاتي، مضاعفة إنتاجية القمح والزراعة 3.6 من 10 مليون فدان، صرف 885 جنيه لكل أرداب فورا و65 جنيه زيادة في حفز الحصاد. طيب خلونا نسأل دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة. صباح الخير يا دكتور محمد. صباح الخير يا فندم. يعني ايه بنقترب من الاكتفاء الذاتي يا دكتور محمد؟ يعني الحمد لله جهود الدولة المصرية اللي بدأت من 2014 المستمرة بتؤدي ثمار متتالية في كل قطاعات الزراعة. طبعا احنا كان عندنا اكتفاء ذاتي او عندنا بالفعل اكتفاء ذاتي دلوقتي، حصل في معظم محاصيل الخضر والفاكهة. بعض المحاصيل الاستراتيجية والمحاصيل الحقلية بتحتاج جهود اكبر علشان نصل الى الاكتفاء الذاتي. ده بيحدث من خلال مشروعات لزيادة مساحات المزارعة في مصر، وده بالفعل حصل. احنا بنتكلم على محصول القمح، زودنا في المساحة المزارعة. يعني لو قارنا السنه دي باخر اربع سنوات او خمس سنوات لقينا مقربين من مليون فدان جديد بيتم زراعتهم او تم زياده في زراعتهم. لو قارنا السنه دي بالسنه اللي فاتت هنلاقينا مزودين حوالي ربع مليون فدان تقريبا في المساحه المنزرعه بالقمح. كمان على الجانب الاخر احنا عندنا مشروعات كبيره بنقوم بيها لزياده انتاجيه الفدان ومضاعفه انتاجيه الفدان، وده بيحصل بنشوف دلوقتي كبيره ادت الى تعظيم الانتاج. من 10 سنين كان 10 ارداف، النهارده احنا وصلنا ل 20 ارداف للفدان. الحمد لله حقيقه للوصول للاكتفاء الذاتي الحمد لله قدرنا نتجاوز 60% ومن الاكتفاء الذاتي، ومستمرين في هذه المشروعات وباذن الله يعني مع جهود الدوله وحرصها على تلبيه كل احتياجات المواطن المصري، وان يكون عندنا منظور للامن الغذائي من خلال تطوير قطاع الزراعه. احنا مش بننظر لقطاع الزراعه كقطاع اقتصادي مهم بالنسبه للدوله المصريه، ولكن بننظر اليه على انه اقتصاد او انه بعد جديد للامن القومي المصري، الامن المجتمعي، الامن المصري. احنا لقينا بننتج قد ايه يا دكتور محمد؟ احنا حاليا ان شاء الله متوقعين هذا العام نتجاوز او نصل الى 10 مليون طن من القمح، وده نتيجه المشروعات كنا بنقول عليها. وباذن الله احنا بدانا موسم التوريد مبكرا وعملنا حدث اضافي لتوريد المزارعين ضاف الى الحد السابق اللي كان قبل الزراعه او السعر السابق اللي كان قبل الزراعه اللي كان بزياده 100 جنيه عن الموسم الماضي. فكل الحوادث دي ان شاء الله تشجعنا ونقول ان احنا ان شاء الله نصل بحجم التوريد للصوامع المصريه لاكثر من 5 أو 6 مليون طن باذن الله، ويكون ده له مردود ايجابي وانعكاس ايجابي ان شاء الله. دكتور محمد، بنستهلك قد ايه في مواجهه ال 10 مليون دول؟ والله واحنا تقريبا هي وزاره التموين هي المعنيه بعمليه الاستيراد وبالجهود دي، لكن احنا تقريبا معديين 60% لان احنا بنستورد تقريبا او حجم استهلاكنا كله حوالي 18 مليون طن، احنا بننتج 10 و8 بيتم استيراد. نعم، انا بشكر حضرتك دكتور محمد قرش المتحدث باسم وزاره الزراعه على المداخله والتوضيح. هنتقل معاكم للاهرام في صدارة الصفحه الاولى.
البنك الدولي يشيد بالأداء الإيجابي للاقتصاد المصري. ومن مصر اليوم في الصفحة الثالثة خبرنا الأخير، 10 وزراء في افتتاح قاعة النسيج بمتحف الحضارة العناني، جهود مصرية لاستعادة الآثار المهربة. وخلينا نقرأ أكثر في هذا الخبر من الصفحة الثالثة للمصري اليوم. خلال احتفال وزارة السياحة والآثار بيوم التراث العالمي، شارك 10 وزراء ولفيف من الشخصيات العامة المصرية والدولية في افتتاح قاعة النسيج بالمتحف القومي للحضارة. وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار إن الدولة تبذل كل الجهود لحماية المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، حيث تحظى مصر بتسجيل 6 مواقع وهي منف والقاهرة التاريخية وطيبة القديمة وجباناتها وأثار معابد النوبة ومنطقة أبو مينا وسانت كاترين ومحمية وادي الحيتان بالفيوم. وأشار إلى أن الدولة تولي جهودا حثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج، وذلك في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري واستعراض أهم المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة المصري، مؤكدا أن هناك تيسيرات وتسهيلات ثم تم بدء العمل بها اعتبارا من الأول من إبريل الجاري ولمدة عام. ده كان آخر خبر من أخبارنا النهاردة في هذه الجولة الصحفية لأهم العناوين الصادرة صباح اليوم الأربعاء. إحنا على بعد دقائق من رأس الساعة، على رأس الساعة بوجز لأهم الأنباء، بعده تبدأ أولى فقراتنا الحوارية مع الزميل محمد شعبان، انتظروا.